النهارده يعني في درس كبير حصل بعد مباراه المريخ، لازم يعني الجهاز الفني يتعامل معاه. وده الجهاز الفني اتكلم في دوت، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، اكيد اهم نقطه هي التاهل، وده كان ده كان شيء مهم جدا. يعني ده نقطه مهمه جدا. صحيح. عشان بس يخفف العبء النفسي على الفرقه، لان عنده حمل جامد جدا في الفتره القريبه القصيره الجايه. صحيح. يعني كان قدام موسيماني فرصه ان هو يدفع بكل العائد من الاصابات، ويدفع من كل نجوم الصف الثاني عشان يدور الفرقه كويس. هنتكلم على كيفيه اداره مباراه سيمبا.